بدعم مباشر من النائب الأول لمحافظ نينوى سروان رجبياني وبتنظيم من مؤسسة بارزان الخيرية، أقيم في مدينة الموصل مؤتمر ممثلية الفرق التطوعية، وذلك بحضور عدد كبير من الناشطين والمتطوعين، حيث تم تكريمهم والإشادة بمواقفهم المميزة منذ تحرير المحافظة. الحقيقة الشباب نينوى كان لهم دور مهم لدعم أهلهم ومحافظهم في محافظة نينوى حتى في الأعمار. اليوم نرى هنا للأسف هنا وهناك هناك من يدعون بأن فلانجية هم مهندس الأعمال لمدينة الموصل أو فلان شخص مهندس الأعمال لمدينة الموصل. مدينة الموصل مهندس أعمارها بأهلها، فمن سيد المحافظ ونائبين سيد المحافظ ومعاونين ورؤساء وحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والموظفين حتى الفراج، مع احتراماتي للتسميات اللي دور في إعمار مدينة الموصل. فالموصل للجميع، موصل وعراق مصغر، فنحن كحكومة محلية نحافظ على هذه العلاقة القوية والمتينة داخل مدينة الموصل. فالإعمار بجهود الكل، وإن شاء الله بجهود الشباب والأبطال سوف ترجع مدينة الموصل أفضل وأحسن من السابق. بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي، قامت مؤسسة بارزان الخيرية بدعم هذا المؤتمر الذي أقامته فممثلية الفرق التطوعية المشكورين طبعا، وبرعاية الأستاذ سروان الرجبياني النائب الأول لمحافظة نينوى، وبحضور أكثر من 250 فريق من المتطوعين ومن شباب مدينة الموصل. حقيقة احنا كمؤسسة بارزان الخيرية والمنظمات الأخرى، منظمات المجتمع المدني، كان لهم دور كبير لإعادة الحياة ونشر الوعي وتقديم الخدمات بكل مجالاته، وأكيد بالتعاون مع شباب أهلنا في الموصل اللي قاموا بعمل تطوعي مع المنظمات ومع مؤسسة بارزان الخيرية، فكان لهم جهود جبارة وكان لهم دور بارز. حقيقة جهودهم كانت سبيل في سبيل أن تكون مدينة الموصل أجمل وأجمل. من عام 2014 بديت أشتغل بمجال المجتمع المدني، خاصة عمل التطوعي، والهدف من هذا العمل أن ركزت على دور المرأة، أنه دا يشوفون نساء سنجاريات فقط كضحية. صح، يعني عدنا هواية معاناة، بس ردنا أنه الناس يشوفون إحنا همينا نقدر نشتغل نقدم شيء للمجتمع. وأنا دا أشوف هسا أنه الفرق التطوعية والناشطين يقدرون يقدمون للمجتمع أكثر من الحكومة. حقيقة هسا بمنطقة مالتنا دور الحكومة، دور المجتمع الدولي كلش ضعيف اتجاه مثلا قضية الإيزيدية، اتجاه مختطفات الإيزيديات، المقابر الجماعية. فإحنا لازم يكون عندنا الصوت، إحنا لازم نشتغل نعتمد على نفسنا حتى نقدر يعني نبني المجتمع.